So Adriana, please step forward. There is one Brazilian club in this spot. يوجد نادي برازيلي واحد في هذه في هذا المستوى. So ready? Please draw the first club from pot three. والآن اختاري الفريق الأول من الترتيب الثالث أدريانا. حسناً. Botafogo. نادي بوتافوغو. The idea to form Brazil's freshly crowned South American النادي المتوج حديثا بدوري ابطال امريكا الجنوبيه. During an algebra class, all things. النادي الذي يشارك لاول مره معنا. النادي المؤسس في عام 1904 سيكون بالطبع بوتافوغو. In the same confederation as Palmeiras, CONMEBOL. So هو في نفس الاتحاد مع بالميراس، فبالتالي سينضم للمجموعة الثانية. ولنرى الآن في أي مركز سيتواجد في المجموعة الثانية بوتافوغو. أنا الآن. هذه المجموعة تثير حماسي قليلا، من فضلك اختاري اللون الأحمر. B3 سيكون في المركز الثالث في المجموعة الثانية. بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس في الأحد الماضي. سيكون أسبوع سعيد جدا لك ماكسي. Un año muy bueno y lo demostró en la Copa Libertadores lo que viene haciendo y bueno, lo va a querer seguir demostrando en el Mundial de Clubes de llegar a lo más lejos. He had a very good year and he demonstrated that in the final. Of course, going as far as possible in the FIFA. والذي يريد أن يذهب إلى أقصى نقطة في بطولة كأس العالم للأندية في هذا العام. حسنا لنرى. ليس سيئا. قد استبعدنا الآن النادي البرازيلي الوحيد في هذا المستوى، فلنرى الفريق الثاني. الأهلي. الأهلي المصري. The reigning African champions were named club of the 20th century after they defeated. نادي القرن القرن العشرين في إفريقيا، نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر المتوج ب 12 بطولة إفريقية، والنادي الذي تعدى عمره 100 عام منذ تأسيسه في عام 1907. والآن لنرى مع أنا وأندريس في أي مكان سيتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى. أتريس. في المستوى الثالث. There you go. Al-Ahli. الأهلي. Egypt, who's in a historic club from Egypt. They're dancing. نادي تاريخي من مصر، حسين خرجة. أن نحن نتشوق لنرى أي نادي سيواجه الأهلي في أول مباراة. نعم، النادي المتوج النادي الأكبر في إفريقيا والمتوج بأكثر بطولات في إفريقيا. قد رأينا النادي الأهلي مع نادي وداد كازابلانكا من قبل في النهائي أعتقد أن النادي الأهلي سيبلي بلاء حسنا في هذه البطولة لأنه ناد رائع بالطبع.